من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. جاءت نفحة محرم، نشم رائحة العزاء، يقال أن منظر التطبير بشع. حديثنا ليس عن هذه القضية فقط كمدخل إلى موضوع حديثنا، مع قطع النظر عن مضمون هذا الكلام ومع قطع النظر عما يقصد من هذا الكلام. نعم، بالفعل منظره بشع، لكن هذه البشاعة هي بسبب أن هذه الشعيرة تحكي واقعا بشعا. هذه الشعيرة تصور واقع عاشوراء، واقع عاشوراء كان واقعا بشعا بما للكلمة من معنى، بل لا يمكن أن يتصور الإنسان بشاعة أكثر مما حدث في عاشوراء. الشعائر الحسينية المقدسة لكل منها، وطبعا أنواعها كثير، الشعائر الحسينية كأنواع بالعشرات، كل شعيرة لها ميزة أو ميزات. التشابيه ميزتها أنها تذكر تفاصيل كثيرة من واقعة عاشوراء، هذه التفاصيل غير موجودة في شعيرة التطبير. بعض الشعائر الحسينية من ميزاتها أنها مؤلمة جدا، وتحمل الألم في هذا السبيل ثوابه أعظم، ثوابه أكبر من هذه الجهة. شعيرة التطبير من ميزاتها أنها أقدر وأقوى شعيرة حسينية تتمكن أن تحكي عاشوراء. بتعبير آخر ولعله أدق، شعيرة التطبير هي أصدق شعيرة حسينية تحكي يوم الطف. تفاصيل موجودة في شعيرة التشابيه أكثر،
ولكن التشابيه ليس لها واقع. التشابيه الكل يعرف أنه مجرد تمثيل. شعيرة التطبير ليست هي آلم شعيرة من الشعائر الحسينية، آلم ألما جسميا، لا، توجد شعائر آلم، ولكن حكايتها لواقع عاشوراء أقوى شيء يتصور، أكثر من هذا لا يتصور. أنك تبين واقع عاشوراء، طبول وصنوج وأصوات الحرب موجودة، سيوف لا سيوف اصطناعية، لا سيوف غير حادة، لا سيوف سيوف محددة، دماء واقعية لا أصباغ، رؤوس مجروحة، دماء مغطية للوجوه، محاسن تتقاطر بالدماء. هذا المظهر أقرب ما يكون إلى حكاية واقع عاشوراء من بقية الشعائر الحسينية. طبعا الحكاية القريبة من الواقع البشع، هذه الحكاية تكون بشعة، طبعا بشعة. فنان فرضا يريد أن يرسم لوحة عن عاشوراء، ما الذي يرسمها؟ يرسم أنهار وطيور تغني ووجوه مبتسمة وجمال، لا. إذا أراد أن يرسم فنان رسم عن عاشوراء، الرسم يكون بشعا جدا، أيدي مقطعة، رؤوس مرفوعة، نساء مذعورات، خيام محترقة. هذا المنظر منظر جميل أم منظر بشع؟ بشع. إذا أراد الرسام أن يرسم لوحة عن عاشوراء ورسم أشياء جميلة ولطيفة، هذه الصورة لا تكون بشعة ولكنها كذب، لا تحكي عاشوراء. وإذا أراد أن يرسم رسمة دقيقة قريبة من الواقع الذي كان في عاشوراء، الرسم يكون بشعا جدا، المنظر منظر مؤلم جدا. هذا في الرسم، فكيف بشعيرة هي أقرب، هي أقدر على حكاية عاشوراء من كل الشعائر الحسينية؟ طبعا المنظر بشع. وأساسا القضايا لا توزن بالمنظر دائما. الجهاد في سبيل الله شيء حسن أم لا؟ شيء حسن، واجب أحيانا، ليس حسنا، هو حسن جدا، ضرورة. إذا اعتدى معتدي عليك أنت تجاهده، تقاتله، تدفع ظلمه، هذا شيء حسن؟ نعم حسن، بل واجب أحيانا. ولكن منظر الجهاد في سبيل الله منظر جميل؟ لا، المنظر بشع. لا يوزن كل شيء بالمنظر. فوائد الشيء، أهمية الشيء، عظمة الشيء لا تكون دائما في منظر ذلك الشيء. منظر بعض الأشياء جدا جدا قبيح، جدا جدا غير لطيف، ولكن هذا الشيء الذي هو قبيح المنظر جدا يكون عظيما جدا، كالجهاد. مثاله الواضح الجهاد، في الجهاد لا يوجد منظر جميل أبدا نهائيا، كله منظر قبيح، ولكن الواقع واقع مهم، واقع ضرورة، ليس فقط جميل، ضرورة. قطعة ذهب بشكل غير لطيف لها قيمة؟ نعم لها قيمة، لأنها ذهب، لأن واقعها له قيمة، وإن كان المنظر منظر غير لطيف، ليكن الواقع مهم. هذا مجرد مدخل إلى حديثنا.
قبل لعله ما يقارب من سنة لعله تحدثت عن الإبداع في الشعائر الحسينية المقدسة. بعض الحديث مر عن هذا الجانب المهم الذي ربما بعضنا يغفل هذا الجانب. هذا الحديث مر. الجانب الآخر في القضية وهو جانب مهم أيضا وربما يغفل عنه، لا أقول ربما يغفل عنه، أقول يغفل عن هذا الجانب كثيرا بصورة عامة، أكثر الناس يغفلون عن هذا الجانب، وهو التطوير في الشعائر الحسينية المقدسة. هذه الشعائر الحسينية الموجودة، لا أتكلم عن شعائر، عن الإبداع في الشعائر الحسينية، ذاك موضوع ثاني، لا هذه الشعائر الموجودة تطويرها لكي يستفاد منها أكثر، تطويرها في جوانب ثلاث: الجانب الأول كمن، الجانب الثاني كيفا في الآخرين، الجانب الثالث كيفا في النفس. أذكر لكم نموذجين سريعين من الشعائر الحسينية المقدسة. النموذج الأول هو نموذج التطبير، شعيرة التطبير، هذه الشعيرة المقدسة لها أهمية كبيرة. كم شخص في أطراف العالم كله يشترك سنويا في شعائر الإدماء المقدسة؟ لا شك أنهم بالملايين، لعله مجموعهم عشرات الملايين. ليست هناك إحصائيات للأسف، والإحصائيات مهمة جدا في عالم اليوم. بصورة عامة في الشعائر الحسينية لا توجد إحصائيات، لا دقيقة ولا حتى تقريبية. طبعا إحصاء الشعائر الحسينية التي تقام في أطراف العالم صعب جدا جدا، ليست في بلد واحد حتى تتمكن جهة أن توجد، أن تبحث عن إحصائيات تقريبية. القضية منتشرة في أطراف العالم، ولكن توجد هناك سبل علمية، طرق علمية للإحصائيات. الإحصائيات ليست بالضرورة أن تعد الأشخاص الأشياء واحدا واحدا، هناك طرق علمية لذلك. على أي حال، هذا الجانب عموما للأسف الشديد فيما يرتبط بالشعائر الحسينية شبه مغفل، قضية الإحصائيات. ولكن لا شك أنهم ملايين، ملايين من المؤمنين سنويا يشتركون في هذه الشعائر المقدسة، شعائر الإدماء. قل 20 مليون، قل 30 مليون، قل بالغ، قل 50 مليون، قل 60 مليون، لا أظن أن العدد يكون أكثر من هذا، بل لعل الإنسان يطمئن أن العدد أقل من هذا. لنفرض أكثر شيء، لنفرض 60 مليون يشتركون في كل سنة في شعائر الإدماء المقدسة. الرقم كعدد كبير جدا، ولكن النسبة نسبة قليلة. كم هو عدد مجموع الشيعة في العالم؟ أكثر من 600 مليون. أنت أفرض 600 مليون، إذا كان عدد الذين يشتركون في هذه الشعائر 60 مليونا من بين 600 مليون، يعني 10 المجموع، معنى ذلك أنه 90% من المؤمنين من الشيعة لا يشتركون في هذه الشعائر. هذه الشعائر التي تتضمن هذه الفوائد الضخمة الكبيرة، لماذا سعينا في مجال ضم عدد أكبر في هذه الشعائر المقدسة، استفادة عدد أكبر من المؤمنين من هذه الشعائر المقدسة؟ هذا الشيء كتخطيط، كبرمجة في نظامنا ضعيف، لا يوجد تخطيط
لضم أكبر عدد من المؤمنين في هذا الشعار. هذا الشعار التي لها فوائد ضخمة جدا، فوائد جمة جدا. النسبة التي تشترك كعدد عدد كبير، أما كنسبة النسبة قليلة، حتما أقل من 10 المؤمنين 10 الشيعة، مع أنها شعار فيها فوائد كبيرة جدا. هذا ككم من جهة الكم والعدد. ثانيا من جهة الكيف، كثير من جوانب هذه الشعائر لا يعرفها كثير من المؤمنين، لا أتحدث عن غيرهم، غيرهم أبعد من ذلك بكثير. كثير من المؤمنين إلى يومنا هذا لا يعرفون فلسفة التكبير، كثير من المؤمنين. معنى ذلك أنه يوجد تقصير منا في بيان فلسفة هذه الشعيرة، هذه الشعيرة التي لها فلسفة، لا، لها أنواع من الفلسفة، لها جوانب عظيمة وعديدة في أهميتها، في أدائها لأمور مهمة بين واجبة ومستحبة. العناوين المحبوبة التي تنطبق على هذه الشعائر عناوين أكثر من 10 بإحصائي السابق، أكثر من 17 عنوانا محبوبا، كل عنوان يكشف جانبا، أكثر من 17 عنوانا محبوبا عاما ينطبق على هذه الشعيرة، ناهيك عن العناوين الخاصة، العناوين العامة. هذه الجوانب غير موضحة للناس، كثير من المؤمنين لا يعرفونها. بطبيعة الحال عندما لا يعرف الإنسان هذه الأمور، انجذابه لهذه الأمور يكون ضعيفا. كثير كثير من المؤمنين إلى يومنا هذا مع وسائل الإعلام الموجودة التي تبث، التي تركز على هذه القضايا، مع ذلك كثير كثير من المؤمنين لا يعرفون الإعجاز العظيم الذي يصنعه الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في كل سنة في شعائر الإدماء المقدسة. كثير لا يعرف هذه المعجزة. كثير من المؤمنين لا يعرفون أنه على مر عقود عشرات السنوات أكثر لم يمت في كل هذه الشعائر ولا شخص واحد. والله إنها المعجزة، والله إنها المعجزة. لو كان يموت في كل سنة، في كل سنة في هذه الشعائر 5 6 10 كانت معجزة. المفروض أن العدد الذي يموت في كل سنة من هذه الشعائر، في هذه الشعائر بالعشرات. لا تسألوني، اسألوا الخبراء، اسألوا علماء الصحة، اسألوا علماء الطب. ولا شخص واحد، لا في سنة واحدة على مر العصور. أية معجزة هذه؟ كثير من المؤمنين لا يعرفون هذه المعجزة. ليست هذه معجزة؟ هذه الجروح؟ قلت لا تسألني، أنا لست خبيرا في هذا المجال، اسألوا علماء الصحة، اسألوا علماء الطب. كثير من المؤمنين لا يعرفون. يعني ماذا؟ يعني أننا قصرنا تقصيرا كبيرا في أن نوصل هذه الشعيرة المقدسة إلى مكانتها الحقيقية، إلى موقعها المناسب لها عند الناس، عند الآخرين. هذا الكيف في الآخرين. ثالثا الكيف في أنفسنا، نفس الشخص الذي يشترك في هذه الشعيرة كم يستفيد؟ يستفيد بعض الفوائد، بعض الفوائد تحصل بمجرد تحقق الشيء، فوائد تكوينية مثل الفوائد الصحية، هذه تحصل. الإنسان كان ملتفتا، ما كان ملتفتا الفوائد الصحية تحصل. لا، هناك فوائد تحتاج إلى التفات. نستفيد من هذه الشعائر المقدسة استفادة كبيرة جدا في ترسيخ حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في النفس، ما أعظمها من فائدة.
نستفيد من هذه الشعائر الحسينية استفادة كبيرة في النفس، في تقوية نوع من أنواع الترويض والتهيؤ للدفاع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عظيم، فائدة عظيمة، ولكن الفوائد ليست منحصرة في هذه الفوائد القليلة. هذه الشعيرة بصورة عامة شعائر الإدماء في عظمتها كالجبال الرواسي، جدا عظيمة. الشيء الذي نأخذه من هذا الشيء العظيم شيء قليل جدا. لا أستصغر بما نحصل عليه، ولكن نفس هذا الشيء الذي نحصل عليه كان بإمكاننا أن نحصل على أضعافه في شعائر التطبير، في شعائر الإدماء بصورة عامة، في شعائر التطبير وغيرها. نحصل على شيء ثمين اسمه حب الإمام الحسين، تقوية حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذا جدا عظيم، ولكن هو هذا درجات. أي درجة أنت تحصل عليها؟ هذه الشعيرة بإمكانها أن تقوي هذا الشيء الثمين فيك 1000 درجة، أنت تحصل عليه على درجة واحدة منها. كان بإمكانك أن تصل إلى درجة 500، درجة 100. نموذج آخر من الشعائر الحسينية المقدسة، المجالس الحسينية. كمن؟ كيفا في الآخرين، كيفا في النفس. تطوير هذه المجالس ممكن؟ نعم ممكن. في هذه المجالس الحسينية المقدسة، هذه الأماكن، هذه الأمور التي تحصل في المجالس الحسينية، هذه الفائدة العظيمة التي تحصل هي قمة. يعني ما كان من الممكن أن نستفيد من هذه الشعائر، من هذه الشعيرة المقدسة، شعيرة المجالس الحسينية، ما كان بإمكاننا أن نستفيد منها أكثر؟ كان بإمكاننا. كمن؟ كيفا في الآخرين، كيفا في النفس. أما كمن؟ في الكم الحمد لله رب العالمين، المؤمنون مشوا مسيرة، استفادوا. بدل أن تكون المجالس الحسينية خاصة في بيوت صغيرة يحضرها ويستفيد منها عدد قليل من المؤمنين، عبر وسائل الإعلام المؤمنون بثوا هذه المجالس الحسينية، بالإضافة إلى أنه أسست مجالس من شرق الأرض إلى غربها، بثوا هذه المجالس الحسينية في شرق الأرض وغربها. هذه خطوة عظيمة كانت. كمن نشروا، وإن شاء الله تعالى في القريب العاجل سيدخل هذه المجالس الحسينية، ستدخل إلى كل بيت على وجه البسيط، على وجه الكرة الأرضية إن شاء الله. خطوة إيجابية جدا في مجال الكم. ثانيا في مجال الكيف، نقلنا هذه المجالس الحسينية، الشيعة بصورة عامة أقول، المؤمنون الذين عملوا في هذا الجانب، نقلوا هذه المجالس الحسينية المباركة الكثيرة البركات، نقلوها إلى أماكن كثيرة، ولكن في تأثيرها. تؤثر هذه المجالس؟ نعم حتما تؤثر إخواني. لا أقول فقط المجالس الحسينية، كل الشعائر الحسينية تؤثر تأثيرا تكوينيا. تكوينيا تعلم يعني ماذا؟ يعني طفل رضيع جاء به إلى مجلس حسيني، طفل رضيع لا يستوعب شيئا أصلا، لا يفهم ولا كلمة واحدة، يحصل على آثار إيجابية. هناك نصوص شريفة تدل على ذلك، هذا موضوع ثاني. الحضور في أي شعيرة حسينية، حتى حضور طفل رضيع لا يستوعب شيئا، استفادته استفادة كبيرة. خذ طفلا رضيعا معك إلى زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يحصل على فائدة كبيرة. هو الطفل الرضيع الذي لا يفهم أصلا ولم يمشي برجله باختياره، أنت أخذته، يحصل على فوائد كبيرة. وهناك روايات شريفة، الشعائر الحسينية تأثيرها على الشخص الذي يشترك فيها تأثير تكويني، جزء منه تأثير تكويني، ولكن جزء منه تأثير يحتاج إلى استيعاب، يحتاج إلى تركيز. الطفل الرضيع لا يحصل على الفوائد العلمية التي يحصل عليها أبوه في المجالس الحسينية.
الطفل الرضيع الذي يؤخذ إلى زيارة الإمام سيد الشهداء لا يحصل على الفوائد العلمية التي يحصل عليها أبوه عندما يقرأ زيارة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هناك فوائد ترتبط بالتركيز. المجالس الحسينية تؤثر أثرا كبيرا لكل من يسمعها، وإن شاء الله تعالى سأفصل في هذا الجانب، ولعل كلامي يكون غريبا حتى في الأعداء. المجالس الحسينية لها تأثير، تأثير كبير حتى في العدو. كل من يسمع هذه الكلمات يحصل على فوائد، كل من يشترك في هذه الشعائر يحصل على فوائد، ولكن الفوائد أكبر من هذا المقدار، ممكن تطويرها، إيصال فوائد أكثر إلى الناس عبر هذه المجالس الحسينية ممكن. هذا ثانيا الكيف في الناس. ثالثا الكيف في النفس. أنا أحضر في مجالس حسينية ولله الحمد، كثير من المؤمنين متنعمون بهذه النعمة، عندهم مجالس حسينية يحضرون، نعمة كبيرة هذه، أحصل على فوائد كبيرة حتما وحتما. ولكن نفس الكلام الذي قلناه في شعيرة التطبير يأتي في كل شعيرة شعيرة. كان بإمكاني أنني أشترك في مجلس حسيني أحصل على فوائد أكبر مما حصلت عليه من الفوائد. التطوير كما كيفا في الآخرين كيفا في النفس، هذا يحتاج إلى ثلاث خطوات سريعة: تفكير، تخطيط، تنفيذ. مثاله الواضح المجالس الحسينية قبل 100 سنة والمجالس الحسينية اليوم. المجالس الحسينية قبل 100 سنة كانت محصورة في أماكن صغيرة، عدد محدود يحضر، خلاص. اليوم المجالس الحسينية تدخل بيوت اليهود والنصارى. كم الفرق بين هذا وذاك كبير؟ كيف صار هذا الشيء؟ صار بالتفكير ثم التخطيط ثم التنفيذ. في كل تطوير هكذا. الأمر بحاجة إلى تفكير على الأقل بعض المؤمنين، بعض من يقيم المجالس الحسينية، بعض من يشترك في المجالس الحسينية، يشترك في أي شعيرة حسينية، البعض على الأقل دائما يكون شيء يهمه وهو تطوير هذه الشعيرة. تشترك في المجالس الحسينية، فكر كيف تطور. بعضنا على الأقل كيف يمكن تطوير المجالس الحسينية؟ في اليوم الأول تفكر، لا تصل إلى نتيجة. في اليوم الثاني أيضا لا تصل. بعد 100 يوم، بعد سنة، بعد 10 سنوات تصل إلى نتيجة. تطور المجالس الحسينية في جانب، تتمكن. كل تطوير حصل على وجه الكرة الأرضية بالتفكير حصل. الخطوة الأولى التفكير، ثم بعد ذلك بعد أن وصلت إلى شيء التخطيط لتنفيذ هذه الفكرة، ثم بعد ذلك تنفيذها. الشعائر الحسينية بالضبط كالشمس. أتصور أننا هذه الشمس كم هي فوائدها؟ الله العالم. أما إذا أنا جالس في مكان مثل هذا المكان مضيء بسبب وجود نور الشمس في الخارج، أنا أستفيد من نور الشمس. الآن أنا في النهار أستفيد من نور الشمس، مع أن نور الشمس لم يدخل حتى من نافذة في هذا المسجد، ولكن نور الشمس يؤثر. نحن استفدنا من الشعائر الحسينية بهذا المقدار. فوائد الشمس كم هي عظيمة. اكشف الحجب، الستائر، وجه نحو الشمس، آلاف من الفوائد في الشمس، في نور الشمس، في إشعاع الشمس، آلاف من الفوائد. الشعائر الحسينية كالشمس، افتح النافذة ليدخل نور الشمس وإشعاع الشمس، تحصل على الفوائد. الشعائر الحسينية هكذا. الكلمة الأخيرة، أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى في الحالات المختلفة للإنسان هي في حالة السجد، في حالة السجدة كما في الرواية الشريفة. بعد قراءة زيارة عاشوراء، هذه الزيارة العظيمة التي ورد هذا التأكيد الاستثنائي عليه، هذا التأكيد الاستثنائي على زيارة عاشوراء،
من بين كل زيارات كل المعصومين عليهم الصلاة والسلام هناك تأكيد استثنائي على زيارة عاشوراء. هذا التأكيد زيارة عاشوراء الإنسان يقرأها بعد الزيارة، نهاية الزيارة الإنسان يسجد يطلب من الله سبحانه وتعالى مطلبين. الطلب الأول: اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. الطلب الثاني: وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات الله عليه. في يوم عاشوراء سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تعرض لامتحان ما تعرض لمثله أحد قبل ذلك ولا يتعرض لمثله أحد بعد ذلك. وقد خرج بنجاح لم يخرج أحد بنجاح قبل ذلك ولم يخرج أحد بنجاح ولن يخرج أحد بنجاح بعد ذلك مثل ذلك النجاح. الأمر كان سهلا، لا أريد أن أذكر لكم مصائب، تعلمون لا أصلا لا نعلم ولا نفهم أصلا الصعوبات التي تحملها المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى أصحاب الإمام سيد الشهداء. أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان عندهم الشيء الكثير في هذه الكلمة، كلمة واحدة، كان عندهم قدم صدق مع الإمام سيد الشهداء، كان عندهم ثبات، كان عندهم صمود. قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بدأت بالصعوبات وبالصمود من بعض الخيرة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، وستبقى هكذا في كل سنة. القضية الحسينية، الشعائر الحسينية تحتاج إلى ثبات، إلى صمود. أعمل عملا ثم أهرب لا يتحقق شيء. تريد بدون صعوبة؟ لا تفكر أن الشعائر الحسينية تكون في يوم من الأيام بدون صعوبة، لا تفكر. قضية سيد الشهداء بدأت بالصعوبات، الصعوبات تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى صمود. هو المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام خيرة خلق الله عز وجل، خامس أفضل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في كل العوالم في كل الأزمنة. ماذا قالوا عنه؟ اتهموه بأي تهم؟ اتهموه أم لا؟ اتهموه بأبشع التهم، بأسوأ التهم، العياذ بالله، العياذ بالله، العياذ بالله. قالوا عنه خارجي، أصل الدين، سموه خارجيا. الإمام الحسين هو أصل الدين، سموه. تتصور أن الناس ما صدقوا؟ نعم صدقوا، كثير من الناس كان يتصور أن الإمام والعياذ بالله والعياذ بالله خارجي. ماذا أقول؟ كثير من الناس إلى يومنا هذا ما قالوا، الآن يكتبون، الآن يكتبون في الإعلام. في الإعلام المصرح به في بلاد تسمى بلاد المسلمين يكتبون أنه خرج على إمام زمانهم. لا يعني ماذا الخارجي؟ العياذ بالله تعالى. سيد الشهداء تحمل ما تحمل. أريد أن لا أتهم، لا تمشي في طريق شعار الإمام الحسين. أريد أن لا يقال عني كذا. أسوأ الأشياء نسبوها إلى أطهر خلق الله عز وجل، صمدوا. فقط كلمات نسبوها؟ لا، أفعال. ماذا صنعوا برسول الله؟ ماذا صنعوا بأمير المؤمنين؟ ماذا صنعوا بالصديقة الكبرى؟ ماذا صنعوا بالإمامين الحسن والحسين؟ ماذا صنعوا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام خيرة خلق الله؟
لا يمكن، بدون صمود بدون ثبات لا يمكن. يلزم أن يثبت الإنسان، يصمد يتحمل. هذه الصعوبات التي نتحملها لا شيء اليوم، لا شيء بالنسبة إلى ما تحملها، لا أقول أهل البيت، بالنسبة إلى ما تحملها أصحاب أهل البيت الأخيار. وثبت لي هذا الدعاء في السجدة، مستحب يقرأ الإنسان كل يوم زيارة عاشوراء طيلة أيام السنة، مستحب في الرواية الشريفة هذا شيء ورد. هذه من خصائص زيارة عاشوراء، الزيارة التي يستحب أن يزار بها الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في كل يوم بالنص الخاص، يعني مستحب كل يوم تقرأ هذه العبارة تركز. وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين حصلوا على هذا المقام مجانا بالبلاش بالسهولة، لا، وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، أي صعوبة تحملها؟ القضية تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى صمود. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. على أبواب شهر محرم، وسرعان ما ينتهي شهر محرم، وسرعان ما تخرج أيام عاشوراء، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عبارة نصفها أقرأه، النصف الثاني ليس مرتبطا بكم إن شاء الله ولا مرتبطا بنا. يقول صلى الله عليه وآله وبالحسين تسعدون، النصف الآخر مرتبط بالآخرين إن شاء الله ليس مرتبطا بنا، بالحسين تسعدون. أيام عاشوراء عندما تنتهي، عندما يخرج شهر محرم، إن شاء الله كل واحد منا حصل على درجة من هذه السعادة بالحسين صلوات الله عليه، وهذه السعادة في الناس مختلفة، تحصل على السعادة إن شاء الله، هذه السفينة الوسيعة تسعك إن شاء الله، هذه الرحمة الإلهية الواسعة تشملك إن شاء الله. ولكن كم أكون مشمولا لهذه الرحمة الإلهية الواسعة؟ هذا الذي يختلف بين المؤمنين. وبالحسين تسعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا المولى العظيم، بحق هذا الإمام المظلوم بمكانته عند الله عز وجل، بحب الله له، أن يجعلنا من السعداء بالإمام الحسين. اللهم بحق الإمام سيد الشهداء صلواتك عليه وعليهم أجمعين، لا تفرق بيننا وبين الإمام الحسين، وبيننا وبين شعائره يوما واحدا ولا طرفة عين. اللهم بحق الإمام الحسين ارزقنا خدمته في الدنيا بأفضل وجه، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الآخرة، ارزقنا جوارهم في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم عجل له الفرج وسهل له المخرج، انتقم به من قتلة سيد الشهداء، انتقم به من قتلة آبائه الطاهرين، انتقم به من أعدائه. اللهم اجعلنا من الطالبين بثار الحسين تحت راية وليه الإمام المهدي من آل محمد.